اهلا وسهلا حبايبي، فيديو جديد من اسلوب حياتي. فيديو النهارده لو عندك ربع كيلو لحمه بس هنعمل بيها احلى نوع كفته، مميز ومختلف وجديد وباضافات كده مختلفه، وهتدي طعم جميل للكفته بتاعتنا وتزود لنا الكميه بتاعتها، وان شاء الله طعمها هيعجبكم جدا جدا. ويلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. يكون معايا في المقادير هنا ربع كيلو لحمه مفرومه، بصلايه متوسطه مفرومه ناعم جدا في الكبه، وجزرايه برضو صغيره مفرومه برضو في الكبه، مش بشرها بالمبشره عشان ما تبقاش خشنه، يعني فرمتها في الكبه كده بعد البصل. ودول هنا نص كوبايه شوفان، شوفان اللي هو بيبقى حبوب ده خشنه، فانا برضو طحنتها شويه في الكبه علشان ما يبقاش خشن قوي بالشكل ده، برضو مش ناعم قوي يعني معقول. ولو مش عندك شوفان تستبدليه بقسماط مطحون عادي، بس طبعا الشوفان هيبقى قيمته الغذائيه اعلى، وطبعا يعني بيدي للكفته يعني قوام احلى، وبعدين يحسس بالشبع اكتر لانه طبعا افيد من البقسماط العاديه بكتير. وشويه بقدونس كده مفرومين ناعم، وهيكون معايا في التوابل ملح وفلفل اسود، ودي كوبيبه مطحونه ناعم اللي هي البهار الحلو اللي بتبقى مدوره كده زي الفلفل الاسود بس اكبر ولونها بني، وهنا حبهان مطحون ورشه قرفه برضو ناعمه. ولو عندك اي نوع بهارات مشكله انت بتفضليها تستخدمي منها، بس انا البهارات المشكله بتاعتي خلصت فحطيت البهارات دي، بتبقى مميزه وجميله قوي مع الكفته. هضيف بقى كل المقادير على اللحمه المفرومه بتاعتي وعجن خليط الكفته ده كويس جدا، البصل والجزر، الاضافات دي بتديها بقى طعم جميل جدا ومميز فعلا والله هتعجبكم قوي، والشوفان والبقدونس والتوابل كلها كده. وعجن بقى الخليط ده كده كله كويس جدا. عايزه اقول لكم ان ضفت كمان على خليط الكفته بتاعتي معلقه ثوم مفروم ناعم، معلقه صغيره، ومعلقه كاتشب كبيره، بيدوها طعم جميل جدا برضو من ضمن مكونات الخلطه بتاعت الكفته بتاعتي. ولو مش متوفر الكاتشب يبقى معلقه صلصه برضو واحده كبيره، صلصه طماطم بس الكاتشب يعني افضل. وهكمل بقى خلط. وخلاص كده الكفته بالمكونات بتاعتها خلطتها كويس جدا جدا، هغطيها بقى بالبلاستيك الغذائي وهحطها في التلاجة كده لمده ساعه او نص ساعه، التوابل بس تدخل فيها كده وتتبل كويس وتاخد من طعم بعض. دلوقتي هبدا اشكل بقى في الكفته بتاعتي. خلاص بعد ما سبتها حوالي ساعه في التلاجة، بسم الله كده اخد قطعه كده واعملها على هيئه كره واضغط عليها عشان تطلع شكلها منتظم معايا، وبعد كده اعملها كده على هيئه صباع، صباع مش كبير قوي، يعني هتبقى كفته مقليه كده على الطاسه، تنفع ترصيها يعني في صينيه فرن وتحطيها على تحطيها يعني في الفرن تستوي، مش هيجري حاجه بالشكل الطولي ده كده. وينفع طبعا على الطاسه زي ما انا هعملها كده، بس هي يعني الكفته دي بتتماس كده سريعه على الطاسه على طول من فوق، وشكلها كده على هيئة صباع. انا عملت انواع كفتات كتير يعني معاكم قبل كده، في المشوية اللي كنت بحط لها السيخ في النص او المعلقة وتبقى مفرغة من الوسط، برضو ليه دي تتبيلة تانية وشكل تاني وكده، وعملت انواع كفت كتير معاكم. دي برضو نوع مختلف كده وجديد ومميز قوي وسهل وسريع على طول زي ما احنا شايفين، مكوناته كلها مفيدة مغذية، قيمة يعني القيمة الغذائية للكفتة دي عالية جدا من الخضروات اللي فيها والشوفان اهو بالشكل ده. وبعمل بقى الكمية بتاعتي بنفس الطريقة، والحجم ده كده معقول قوي بيبقى شكله حلو بعد القلي. وبيكون معايا هنا طاسة على النار فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت، احنا طبعا مش هنقلي الكفتة يعني قلي الغزير ولا حاجة، ده هو يعني المادة الدهنية هتبقى بسيطة قوي كده. وبنزل بقى بأصابع الكفتة بتاعتي اللي حضرتها بالشكل ده، وما بقلبهاش خالص دلوقتي لغايه ما تتماسك من تحت وتحمر علشان ما تفكش معايا الكفته، وطبعا الطاسه تكون يعني مضاده للاتساق احسن علشان ما تلزقش برده الكفته معايا. دلوقتي بحاول بقى اقلب الكفته بتاعتي اشوف اللي حطيتهم في الاول احمروا من تحت ولا لا، بسم الله كده مرت اخدت لون جميل قوي. ولما بتحمر الكفته بتاعتي من ناحيتين كده بحاول بقى اهدي النار عليها شويه، هي كانت الاول على نار عاليه طبعا علشان ما تجيبش ميه وتحمر كويس، بهدي عليها النار وبجيب اي غطا عندي كده واحاول اغطي بسيط، ما اغطيش وقت خالص الطاسه
يعني اسيب شويه تهويه كده علشان البخار ما يتكتمش، واحس انها طريت وجابت ميه وتبقى زي المسلوقه مش زي المقليه كده واخده لون جميل. واجي برضو اقلبها على الاتجاهين تاني مره كمان، لان هي سميكه وعشان يعني تستوي من جوه نضمن انها تستوي كويس قوي من جوه. اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده نسيب شويه فراغ يطلع منه البخار. كده شكل الكفتة بتاعتنا اللي حضرناها سوا بعد ما قلبتها مرة كمان على الناحيتين علشان نضمن انها استوت كويس من جوه. ده بيبقى شكلها، ريحتها روعة وطعمها بيبقى رائع رائع، تحفة فعلا. ان شاء الله تعجبكم جدا، ومقادير موجودة في كل بيت، بس هي تركيبة الخلطة بتاعتها والمكونات بتاعتها بتدينا في الاخر طعم مميز وجميل وجديد على اي نوع من انواع الكفتة اللي ممكن تكونوا عملتوها قبل كده. ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. وبربع كيلو لحمة بس، وكمان في مقدار تاني، يعني مش دي كل المقدار، في مقدار تاني هكمله انا بقى بعد كده. انا قلت اوريكم الجزء اللي انا قليته الاولاني ده، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وبتقدم بقى طبعا معاها اي نوع سلطة تفضلوه، سلطة الطحينة، سلطة بلدي، سلطة خضراء. انا عملت معاكم السلطات دي كلها قبل كده، وانواع كمان تانية مختلفة من السلطة. هسيب لكم قائمة التشغيل اللي هي فيها كل انواع السلطات في صندوق الوصف وفي الشاشات اللي بتظهر في نهاية الفيديو، علشان اللي يحب يشوف اي نوع سلطة بقى تختاروا السلطة المفضلة بالنسبة لكم تقدموها مع الكفتة الجميلة دي. وكمان طبعا يتقدم معاها بطاطس محمرة، بطاطس مهروسة، مكرونة كطبق يعني جانبي بقى تكملة للأكلة بتاعتنا، عشان تبقى وجبة كاملة متكاملة وجميلة ومش ناقصها اي حاجة ان شاء الله. بتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة، وان شاء الله تجربوا طريقة الكفتة السهلة الجميلة دي. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة للي اول مرة يشوف فيديوهاتي، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة اول باول. ونتقابل على خير ان شاء الله دايما. مع السلامة.